כמו דאעש, אין לו מעצורים. ותושבי עזה בעיניו הם לא יותר מאבק אדם שמספק לו הגנה. بالنسبة لحماس هم غبار على هنغتو البسيكوباتي وعلى مرصخاو الساديستيم حماس وقتلوها قاتلوها الساديين زو المسيما شوتال امصه لبصا انا רוצה להעביר את המוסד ب1 هذه مهمتنا هي ان نرفع لشؤوت الظلم الذي يعانون منه في الكابينت وفي الكابينت الواسع والمضيق والإجراءات التي المحادثات التي يقوم بها رئيس الحكومة. لدينا أفكار، لدينا سبل مختلفة، ربما حولها جدال، لكن ما يتوفر لدينا في النهاية هو توافق. نحن لا نريد أن نحكم قطاع غزة، على المستوى الدولي نحن نشكر الموقف الأمريكي إلى جانب إسرائيل نحن في معركة غير مسبوقة في حجمها نسعى منذ بداية المعركة للتفريق بين القتلة وبين المدنيين وندعو المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى المناطق الآمنة في الجنوب وندعو إلى توفير المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحياة لهم في الجنوب كذلك لاستخدام المستشفيات البديلة ربما في مصر هذا هو التزامنا كدولة ونحن نحاول الحفاظ على الشرعية التي سنواجه صعوبات بدونها هناك الكثير من الأصدقاء في العالم الذين يدعموننا ويتفهمون أهداف العملية أو الحرب سؤال إسرائيل معنية أن تستوعب مصر لاجئين فلسطيني هل فلسطينيين؟ وماذا عن استراتيجية الخروج بعد انتهاء الحرب؟ خروج إسرائيل من قطاع غزة؟ فيما يتعلق بمصر نحن ندرك إشكالية أن يذهب الحشود من الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر لكن يعني من المهم أن يتم نقل مرضى أو مصابين أو إلى العلاج في المستشفيات البديلة في مصر ومن المهم أيضا مساعدة غير المتورطين من الفلسطينيين هذا ما نحاول التوصل إليه والقيام به رئيس
أركان وبالتعاون مع رئيس مجلس القومي عن نفسه. فيما يتعلق بالاتصالات مع قطر حول المفاوضات لصفقة الأسرى. كيف وسؤال ثاني، ماذا بشأن التعامل مع الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ؟ فيما يتعلق بدور قطر تم الإفراج عن بالوساطة القطرية عن 4 أسيرات من أصل 240. بعد ذلك هم يرون أن حماس مترددة. نحن لن نتنازل أو نتراجع عن أي جهد في هذا الجانب، لكن حتى الآن نحن لا نرى أي صفقة في الأفق. فيما يتعلق بالتعاون مع الحوثيين، لن أقدم تفاصيل ولا نستخدم المنصة هذه للخوض في هذا الأمر الآن. تحدثت عن مراحل للحرب، ما هي المرحلة التي ترون أنه سيتم إبلاغ الجيش بأنه يكفي إلى هنا؟ وفيما يتعلق بالنسبة لإغلاق قناة الجزيرة، رأينا أنباء متضاربة حول الموضوع وبيانات متناقضة حول موقف رئيس الحكومة. من الواضح أنه لا يمكن إغلاق وسيلة إعلامية بالرغم من موقفها، لكن رئيس الحكومة أوصى بعدم إغلاقها. هناك قانون يلزمنا بإثبات الادعاءات. وإغلاق وسائل إعلام في إسرائيل يتطلب المرور بكافة الإجراءات القانونية. يمكن النقاش في ذلك ساعات طويلة، لكن لا. بالنسبة للمعركة في قطاع غزة والمراحل التي يقوم بها الجيش، لن نتوقف حتى ننهي حكم حماس في قطاع غزة. استمرار المعركة يعني أنه سيكون هناك ثمن كبير ستدفعه إسرائيل، هناك ثمن اقتصادي. ولكن أمامنا عدو نريد أن نقاتله كي لا نرجع إلى 6 أكتوبر، اليوم الذي سبق العملية. قلت في بداية كلامك أن هناك ثورة أو تغير في الموقف الاستراتيجي بالنسبة للنظرة إلى منطقة الجنوب، كذلك لكن هناك تطورات فيما يتعلق بالموقف في الجبهة الشمالية بشأن تهديدات حزب الله، فهل اتخذتم قرارا بشأن التخلص من تهديد أو القضاء على تهديد حزب الله؟ كنت أتوقع مثل هذا السؤال. نحن قررنا في هذا الوقت عدم خدمة الأهداف بفتح جبهة ثانية وتركيز الجهود في جبهة واحدة، ونحن
نحن نتعامل مع ما يحدث في جبهة الشمال بطريقة تمنع الانجرار إلى حرب، ونركز على جبهة حماس. تعلمنا من هذه الفترة، استخلصنا العبر، ونحن نقوم بذلك، نتجنب جبهة ثانية. كانت هناك يعني مطالب بعدم الدخول البري من أجل التوصل لصفقة قبل ذلك. الآن القوات تدخل إلى قطاع غزة. إذن مشاهدينا، سنكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي هانجبي من تل أبيب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.